سلام عليكم. إذا تحبون محتوى السينمائي والتلفزيوني والفيديو جيمز شاركوا في قناتي، وبعد فعل زر التنبيهات. The Last of Us هو مسلسل أكشن ومغامرة وعلى خفيف رعب، وهو معروض حصريا على أول سنة بلس. يا جماعة الخير، ترى الحلقات راح تنزل كل اثنين ساعة 6 الصبح توقيت دبي، يعني ساعة 5 الصبح توقيت البحرين، والحلقات راح تنعرض بالتزامن مع امريكا. والمسلسل مقتبس من لعبه شهيره وايد قريبه لقلبي، وانا نزلت مراجعات مفصله عن اللعبه عن الجزء الاول والجزء الثاني. والمسلسل من تطوير نيل دراكمان، وهو كاتب ومخرج اللعبه مع كريك مازن اللي هو بعد طور مسلسل شيرنوبل، من بطوله بيدرو باسكال وبيلا رامزي مع طاقم كبير من الممثلين الموهوبين. وقصه المسلسل عن جول وإلي اللي يعيشون في عالم قاسي تفشى فيه وباء خطير يحول البشر الى مخلوقات مفترسه متعطشه للدماء. ونبدأ رحلة عبر أمريكا مليئة بالمخاطر والمصاعب. يا جماعة الخير، أنا وايد كنت متحمس لهالمسلسل، وختمت الجزء الأول 8 مرات، بثيت The Last of Us Remake على تويتش، The Last of Us Part 2 بعد لعبته 8 مرات في مقاطع في القناة، و The Last of Us 2 يعني من أكثر المقاطع الجدلية في تاريخ قناة موفي كومبو. فالزبدة أنا أعشق اللعبة والقصة. فعقب ما خلصت الحلقة الأولى أقدر أقول إن لعنة الأفلام والمسلسلات المقتبسة من فيديو جيمز انكسرت، لأن الحلقة الأولى كانت مبهرة وقوية ومرضية بالنسبة لي أنا كفان للعبة، وأتمنى أن المسلسل يواصل على نفس المستوى من ناحية السرد والإخراج والتمثيل. الحلقة الأولى ما انحرفت وايد عن اللعبة، والمسلسل ترى فيه عامل الواقعية لحد ما. من البداية يتم تجهيز القصة ويتم التلميح عن كيفية انتشار الوباء في المستقبل. يعني الكلام اللي انقال في الحلقة الأولى ترى شيء واقعي، يعني لو تبحثون أكثر راح تشوفون أن هالفطريات موجودة. العالم هني تم بناءه بشكل رائع، عالم مستقبلي مرير مظلم شرس وعنيف وما في أي رحمة. حسيت بيأس الناس وشلون هم يبون ينجون بحياتهم، يبون يعيشون، they want to survive. ونجيف الفوضى في كل مكان، وحتى بعد النباتات قالت هذي تنمو وتكبر على المباني والشوارع. التجهيز لأحداث المسلسل والمغامرة القادمة كان شيء منطقي، وللأمانة ترى في بعض التغييرات عن اللعبة، تغييرات جدا بسيطة بس ما تأثر الجوهر الأساسي حق The Last of Us. يعني مثال بسيط، شكل الشخصيات. ويا جماعة الخير، ترى كل عمل مقتبس سواء من لعبة أو من كتاب تتم معالجته يا تلفزيونيا إذا كان بيصير مسلسل أو سينمائيا، فصعب أن نقتبس العمل 100%. لازم تكون في بعض التغييرات المنطقية علشان المشاهد يقتنع بالأحداث القادمة. والمعالجة هنا صراحة كانت ممتازة بالنسبة لي أنا. الحلقة الأولى انقسمت إلى نصفين. النصف الأول نشوف جول وبنته وشون عايشين قبل انتشار الوباء، ولكن في هاي النصف المسلسل ركز أكثر على الأحداث من وجهة نظر سارة، وبعدين كيف الأحداث تصاعدت. فأنا أقدر أن صناع المسلسل عطوا شخصية سارة حقها. وفي النصف الثاني تمر سنين والعالم يتغير ونشوف جول ميلر شلون صار. الناس اللي لعبت اللعبة راح تفهم قصدي. للحين ما شفنا المصايب من الانفكتد، أو خلينا نقول هني الزومبي، ولكن شفنا ملامح عن شكلهم وطبيعة المرض، وعرف ان القادم راح يكون شيء مرعب. حبيت تمثيل بيترو باسكال، وللأمانة يوم سمعت الخبر انه تم اختياره لدور جول ميلر انا كنت متخوف، كنت اقول ما احس ان الشخصية تركب عليه، ولكن راح اكون متفائل بحذر، وللأمانة هو قنعني هني. حبيت شلون تقمص شخصية جول الأب الحنون، وكيف تحول الى رجل ذو قلب بارد وفاتر، قلبه كأنه مخدر ودار مداره جليد أو درع، وهو بعد يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. صراحة عجبني التمثيل بلا رمزي، بس الأمانة يا جماعة الخير ما أقدر أحكم على تمثيلها من الحين، أحتاج كذي 3 حلقات إضافية لأن أعرف القادم راح يكون شيء جدا رهيب وفظيع ومخيف. يا جماعة الخير صراحة حبيت الموسيقى هني، الموسيقى هي مثل موسيقى اللعبة، والحمد لله ما غيروها وماشي مع الجو والثيم. ففي نهاية المطاف الحلقة الأولى كانت مذهلة وقوية، أنا متحمس الحلقات القادمة وإن شاء الله تكون في نفس المستوى من ناحية الإخراج والتمثيل والإنتاج والسرد. في وايد أحداث راح تصير وأنا فيني فضول أبغى أعرف شلون المسلسل راح يتم يعالجها، لأن في أحداث معينة يا جماعة الخير لما تلعبون اللعبة جدا يعني تعب القلب، فشلون المسلسل هني راح يوصل لنا هالشعور. وتشوفوا المسلسل حصريا على OSN Plus، شوفوا أول بأول. ويا جماعة الخير ترى في ناس سألوني على تويتر والإنستغرام إن هل نلعب اللعبة قبل ما تشوف المسلسل أو ألعب اللعبة عقب ما أخلص المسلسل. شوف كل الأحوال أنصحكم تلعبون اللعبة، بس متى تلعبها يعتمد عليك أنت. يعني لو أنا محلكم أوكي راح ألعب اللعبة قبل ما تشوف المسلسل، معناته أنا لاعب اللعبة، بس أعطيكم مثال، أبى أعرف أحداث القصة من اللعبة وأعيش الجو والأحداث وأقرأ كل الملفات وأعرف طبيعة الشخصيات عقب أشوف المسلسل.
بس في ناس يعني ما يحبون يشوفون التويست والأحداث القادمة في اللعبة لأن يخافون تحترق عليهم. فإذا تخافون من هالشيء لعبوا اللعبة عقب ما تخلصون المسلسل. ترى Last of Us Part 1 نزل لها ريميك على البلاي ستيشن 5، الجرافيكس جدا رهيب. أنا بثيت هاللعبة في تويتش. طبعا Last of Us نزلت أول مرة في عام 2013، عقب سووا لها ريماستر على البلاي ستيشن 4 في 2014، وفي 2022 نزل الريميك على البلاي ستيشن 5. فتبي تلعبون؟ لعبوها على البلاي ستيشن 5 عقب ليش يصير على Last of Us 2، لأن بتشوفون ليش Last of Us 2 هي من أكثر الألعاب الجدلية في تاريخ الألعاب. هاي يا جماعة الخير، شو رأيكم في الحلقة الأولى؟ إن شاء الله عجبتكم. وش رأيكم في تمثيل أبطالنا؟ كتبوا لي رأيكم في قسم التعليقات، وإذا حبيتوا هالفيديو ذي طقونا لايك وسوينا شير وسبسكرايب وفولو بعد في وسائل التواصل الاجتماعي. يلا يا جماعة، نشوفكم على خير.